الاحتجاجات ضد مشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب الجزائري تدخل شهرها الثاني دون أن تتمكن الحكومة بإنزالاتها ووفودها ووساطاتها من إيجاد حلول جذرية لتهدئة حراك الرفض أو صيغة لإقناع المحتجين بنواياها اتجاه مسألة الغاز الصخري. ورغم تدخل رئيس الجمهورية الذي ظل تدخله لفترة من الفترات الفيصل في كل الاحتجاجات التي استعصى على وزرائه إخمادها، إلا أن قراراته هذه المرة لم تأتي أكلها في ظل إصرار سكان الجنوب على موقفهم، فلا استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب ولا تفعيل برامج تنموية محلية للسكان استطاعت أن تشتري موقف المحتجين في عين صالح وأخواتها، وظل المطلب واحداً إيقاف برنامج المشروع من أساسه. كل محاولة لكما يقولوا إبعاد يعني الاحتجاجات عن مسارها فهذا يعني غير مقبول، طبعا هذا غير مقبول. ونحن بعد قرارات رئيس الجمهورية طلبنا بس تكون لجنة لمتابعة الغلق، يعني غلق البير نهائيا. الملاحظ أن هذه الاحتجاجات لسكان الجنوب كانت نوعية وخلقت التميز بسلميتها التي عبرت عن خالص وطنيتها رغم محاولات بعض الأطراف إلحاقها بمخططات أجنبية. اليوم لما يجوا ناس يتهمون، ونقدر نشخص لك لأن مثال لويزة حنون وسيد الأمين العام نتاع حزب شباب التحرير الوطني، وهذا الشيء مؤسف لأنه هو من الجنوب ويعرف الطبيعة نتاع السكان نتاع الجنوب أنهم سكان وطنيين ومرتبطين بالوطن نتاعهم، لأن إذا كان الناس اليوم تحركها ميادين أجنبية أنا نرد عليه نقول له أنه حركتها ميادين أجنبية، لو كان يتحركهم اليوم أيادي أجنبية في الجنوب كانوا تحركوا أيادي أجنبية لما كانت الجزائر في أزمة. تساؤل كبير يطرحه المتابعون، لما ستلجأ إليه السلطة من حلول في ظل الإصرار الموقف الرافض لكل مساعي السلطة والتي كان آخرها عدم الاعتراف بالوفد الذي من المرتقب أن يلتقي الرئاسة.